في أجواء النشاطات الرياضية الصيفية، نظم فريق Let's Go Cycling لركوب الدراجات الهوائية رحلة على الدراجات الهوائية، حيث انطلق الرياضيون المشاركون من النبطية باتجاه عين المريسي في بيروت في رحلة ذهاب وإياب. لم يكن هذا النشاط هو النشاط الأول للفريق الذي ينحدر معظم أعضائه من بلدات وقرى النبطية والجنوب وكل لبنان، فعلى مدى العديد من السنوات لا زال هؤلاء الرياضيون يمارسون رياضتهم المفضلة في ركوب الدراجات الهوائية متجاهلين المعوقات التي تواجه هكذا رياضة في لبنان. يصر أعضاء الفريق على إظهار شغفهم بهذه الرياضة والمحافظة على استمراريتها حتى في غياب أي دعم من الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الشباب والرياضة، وفي غياب البنى التحتية المدنية اللازمة والأساسية في الدول المتقدمة من طرقات خاصة للدراجات في المدن. ليست هذه الرحلة الأولى ولن تكون الأخيرة، فالهدف هو السعي الدائم إلى إظهار هكذا نوع من الرياضة ومتابعة نشاطاتها والعمل على توفير مختلف أنواع الدعم لها، فهكذا نشاطات تعتبر صفحة في كتاب لبنان الحضاري والجميل. رغم العديد من المخاطر التي تواجه ركبي الدراجات الهوائية على طرقات لبنان، من حفر إلى أغطية مجاري مفقودة إلى عدم تطبيق قوانين السير بالشكل المطلوب، يسعى هؤلاء الرياضيون إلى إظهار إحدى الجوانب المشرقة من الطاقات اللبنانية ومن جمال الطبيعة اللبنانية.